ياخذها سفيان هني تسترجع من فوزي غلامي وصلها لسفيان غلي انطلق على الجهه اليسرى سفيان راح دخل سفيان هني مازال سفيان هني واصل سفيان هني جول بابا بابا جول فعلها اسلام في نهايه المطاف سجل جول الهدف الاول للمنتخب الجزائري عند الدقيقه 10 من عمر اللقاء ويلعبون بحراره كبيره جدا لأن الحراره هذه تعودوا عليها انطلاقه اخرى ليس هناك وضع تسلل الكره خطيره المنتخب السنغالي عيسى مندي التسديد جول هل انت حارس كره يد يا مليك يا سايا عسلا التسديده من قبل اللاعب بابا كولي ديوب يعدل النتيجه عند الدقيقه 43 من عمر المباراه في الحضور البدني القوي جدا رياض محرز ماهوش متسلل انطلق على الجهه اليمنى رياض با 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 جول جول سيد الحكم جول للمنتخب الجزائري من اسلام كما ترى يا رياض حتى لاسلام سليماني بصدره ثم سدد جول خسارة هذه الروعة لم تكن حاضرة خسارة هذه الروعة لم تكن متألقة خسارة هذه الروعة لم تكن خسارة ضيعنا هذه الفرصة وهذه البراعة اللي حاضرة فوق كرة سنغالية صعبة اوب 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 جول موسى صو يسجل الهدف الثاني للمنتخب السنغالي وهدف التعديل عند الدقيقة 8 من عمر هذه المباراة خلل في الدفاع مرة أخرى موسى صو يأتي من بعيد ويعدل النتيجة